كوفيد نيوز. بعد تعرف الكل معنا وقت الأزمة هذه اللي صارت وقع برمج رحلتين، الأولى كانت تاريخ 15 أبريل، والثانية كانت تاريخ 30 أبريل، وخيرنا بتكون الأولوية للناس اللي ظروفهم جمعوا صعبة وما عندهمش طنات وجاءوا كانوا عالقين بسبب تسيير المطارات إلى غير ذلك. وقعدنا في انتظار أنه معناها يتقع برمجة رحلة ثالثة، وفي الأثناء تعرفوا كل المبارسة ناس انتهت عقودها، وخاصة المدربين ثم الرياضيين ثم ناس خسرت العمل انتهى بسبب الغلق، واصبح الوضع صعيب شوية. كان وعدينا برحلة ثالثة في تاريخ 30 ماي، استعدينا لذا، هنا اتصلنا بالسلطات السفارة والقنصلية، الحق معناها كل شيء جاهز، عملوا كل ما يلزم، لكن قعدنا ننتظروا في الموافقة من تونس، تعطلت ما نعرفوش عليه شنو الأسباب، رغم الناس كلها عبرت على استعدادها باش تلتزم بالشروط نتاع الحجر الصحي، كيف كيف تكلموا على موضوع تجديد معلوم الحجر، كيف كيف تذاكر الطيران على حسابنا إلى غير ذلك. لكن في الحقيقة الوضع ولا صعيب، مع أنه برشا ناس معنا أوضاعها صعيبة، قاعدة عالقة، تعرفوا الكل أنه العقود انتهت، احنا الكرة واقفة تو مو بثلاثة سنين، العقود أغلبية العقود انتهت مؤخرا، يعني خلاص معنا الناس ما عادش عندها ارتباطات هنا، مطالبين بها يرجعوا. وتعرف أنت وقت الواحد ما عادش عنده شيء ما يربطه لهنا يطالب معنا بحقه باش يرجع لبلاده، معنا ما طلبناش حاجة مستحيلة، لكن اليوم الوضع أصبح صعب وصعب جدا. الإمارات لما زوز رحلات برك في بلدان أخرى قاعدين نتابعوا بالبرامج الإجلاء 6 و7 و8 رحلات، مش معقول معنا السفارة معنا احنا اتصلت شخصيا بالسفير كيف كيف، اتصلت بالقنصل العام تاع دبي، قالوا لنا احنا كل شيء جاهز ومبرمجين على تاريخ الرحلة نتاع تاريخ 30، نستناو معنا في الموافقة من تونس. هنا حتى الخطوط الإماراتية مستعدة بتعمل أكثر من رحلة إجلاء، العملية كل مرتبطة بموافقة الجهات المسؤولة في تونس، وأعطى الضوء الأخضر لهنا للسفارة باش تتمم إجراءات السفر على قريب، خاصة أن برشا وضعيات أصبحت صعبة وصعبة جدا. بارك الله فيكم أنتم معنا اللي أعطيتونا الفرصة باش نوصل صوتنا، حبيت البس نفسر اللي احنا في البدايه معنا اعطينا الاولويه للناس اللي مستحقه تروح اكثر، لان ظروفها كانت صعبه وصعبه جدا، واحنا مثلا كنا مرتبطين بعقود كنا مجبرين باش ننتظروا انه لين تنتهي العقود نتاعنا. اليوم المده وما لقيناش سبب مقنع علاش هالتجاهل هذا، علاش هالتاخير هذا، وعلاش هالقله في البرمجه نتاع الرحلات. معنا هذا هو هذا.